كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. بوغتخي باي موزايك اف ام، عسلامة، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم اللي يكون نهار احد موجودين معنا من النهار الماضي ساعة سويعة من زمان على امتداد الاسبوع نستناول ونستقبل ضيوفنا سي عدنان منصر، عسلامة ومرحبا بك. شكرا لك على قبول الدعوة سي عدنان. حط الكاسك هذاك على خاطر باش تسمع بوغتخي من ايادي ومن اصابع جهان السليني، تحكي فيه شوية على عدنان المنصر ومسي خلي نسلم على مستمعينا، على خالد، على كوثر، على نضال، على كل فريق بورتري باي موزايك فام. عدنان المنصر المستشار الرئاسي، مدير الديوان الرئاسي، نطق رسمي باسم الرئاسة مع المنصف المرزوقي خلال فترة الترويكا، كان موجود في قصر كارتاج، وفي قصر كارتاج عرف كواليس لسنوات صعبة صعبة جدا، بدأت من 2011 ونتائج انتخابات 2011 تتواصل إلى حدود 2014، ومن بعد سؤالي على 2014 باش يكون مفصلي سي عدنان في علاقة بنتائج انتخابات 2014 واللي نجم يتقال عليها مؤخرا سنوات الرمل. كتاب عدنان منصر رجع إلى تفكير حول العشر سنوات، هو يقول أنه ما اختارش يخرج الكتاب بعد العشر سنوات، لكن سيتي ان هازار اوغو، الموعد كان مهم، وبرشا برشا كلام مهم في كلام في كتاب عدنان منصر. بورتري تتفرجوا فيه اون ديريكت على www.mosaikefm.net توت سويت، وراجعين ساعة من زمان مع ضيفنا عدنان منصر. ضيفنا اليوم هو عدنان منصر، السياسي اللي عرفوه أغلب التوانسة بعد ثورة 2011 في ديوان منصف المرزوقي في الرئاسة. عدنان منصر مواليد عام 66 في منزل كامل من ولاية المستير اللي قرأ فيها ابتدائي وثانوي، وكان متلامذة المتميزين خاصة وأنه ولد المدير، ويعتبر لليوم اللي والده هو قدوته في الحياة. بعد البكالوريا يختار دراسة التاريخ والجغرافيا في دار المعلمين العليا بسوسة، وتدريجيا يصبح أستاذ محاضر في التاريخ وخدم برشا على تاريخ الحركة الوطنية. لكن هوني الأكيد أنه محطة مدرسة المعلمين العليا بسوسة كانت الحاضنة الأولى لنواة وعيه السياسي نظراً للمناخ الطلابي المتسيس، واللي فيها انجذب منصر إلى عديد الأفكار الناقدة للنظام، وهذا يظهر من بعد في وقت ما من خلال مقالات ونصوص كتبها في جريدة الموقف متاع البي دي بي أيام بن علي، وخاصة في السنين الأخرى اللي النظام أحكم فيها قبضته وضيق الخناق على الجميع. بعد 2011 وسقوط بن علي، تونس تتجه إلى إرساء مجلس وطني تأسيسي لإعادة كتابة دستورها. ولكن عدنان منصر التوانسة ما بداو يعرفوه كان في انتخابات أكتوبر 2011، وإذا هو اليوم محسوب على المؤتمر من أجل الجمهورية، فنذكركم اللي وقتها كان ترشح على قائمة طريق السلامة للائتلاف الديمقراطي مع عبد الفتاح مورو، ما يتعداش للمجلس التأسيسي. لكنه من الشخصيات اللي اختارها منصف المرزوقي باش يكون في ديوانه لرئاسة الجمهورية، رغم اللي هو ماهوش من السبير، وهدايا خلى عليه نوع من الضغوط وانتهى به الأمر بالانتماء للحزب هذا. أول ما دخل القصر المكلف بالدائرة الثقافية، ثم مدير للديوان وناطق رسمي باسم الرئاسة ما بين 2013 و2014، وهذه كانت إحدى أهم مراحل مسيرته السياسية. عدنان منصر يدخلنا اليوم إلى كواليس قصر قرطاج، ونرجع معاه إلى أهم محطات عهدة منصف المرزوقي وعلاقته به. نسأله على أهم المسائل اللي أثارت الجدل وطبيعة العلاقات حقيقة داخل الترويكا. اليوم نسأله المؤرخ ونسأله رجل السياسة عن الجنرال عمار والعلاقة المتوترة، عن تسليم البغدادي المحمودي، عن أحداث ثكنة العوينة وأحداث السفارة الأمريكية والاغتيالات السياسية، وعليش وقتها كان فما حديث على محاولات انقلاب عسكري ولا مش عسكري. نحكيو على المراجعات وتحمل المسؤولية وتفكك الحزب. نسأله حتى على تصريح حارق قدمه مؤخرا حول مخططات لجزء من المعارضة بالتصفية لأشخاص في الحكم. نعمل أيضا قراءة سريعة لكتابه اللي صدر حديثا، سنوات الرمل، تفكر في معارك الانتقال الديمقراطي في تونس 2011-2014، واللي من خلاله يحكي لنا على نظرته للواقع الراهن والمستقبل. ضيفنا عدنان منصر. ضيفنا عدنان منصر، سنوات الرمل، تفكر في معارك الانتقال الديمقراطي في تونس 2011-2014، تنحكيو شوية آخر على الكتاب. منزل كامل، المنستير، الساحل، سوسة، الوالد،
كنت تقرا عند في ليسي الوالد فيه مدير. تذكر من سنوات النشأة عدنان منصر؟ قبل كل شيء نحب نشكرك على الدعوة، نشكر الفريق الكل، جيهان والخيان الكل، ونوجه لهم التحية وكذلك للسادة المستمعين. ثم شوية ربما بعض الحويجات تدخل لنا عليهم. الوالد عمره ما كان مدير، هو كان معلم في مدرسة ودرسني، وكانت من معناها من اللحظات الحميمية جدا أنه تلقى في القسم والدك وكل عناية اللي يعتني بيك بطريقة لا تثير غيرة بقية التلاميذ وما إلى ذلك، فهي من أحب اللحظات إلى قلبي حقيقة. كنت أصحاب قدر مع سي عبد السلام، هكا ولا سي عبد السلام معناها العلاقة كانت طيبة، هو المربي، العائلة اللي فيها يظهر لي نشأت في عائلة فيها فكرة القراءة والكتابة والتفكير والتعلم مهمة. هو شوف وهذا علاش أنا ما نلومش برشا على الأطفال توا. احنا في عائلة متوسطة، الوالدة ما تشتغلش، الوالد معلم، مسؤول على أخواته، مسؤول على أبنائه، ما حرمناش، وربنا على شنو؟ على اللغة، على المطالعة، على المأثورات، على كل ما هو يحبك في اللغة. وكان على سبيل المثال أنا في منزل كامل، على سبيل المثال منزل كامل بصعيب باش تمشي البحر في الصيف، يعني أقرب بلاصة أقرب شط هو 26-27 كيلومتر. فكنا وصغار ما كتعرف العمر ما نحبوش نقيلو، دونك دونك تمشي يما للبقالطة مستير أساسا، مستير خاطر هو خط مواصلات المواصل والمتواصل ولا سوسة. فأنا كي نذكر أكثر كتاب قريته في القوايل متاع الطفولة والمراهقة هو المنجد، المنجد وقت المعلم كان تلقاش معلم ما عندوش المنجد الكبير هذا، كان اللي خرج في لبنان واللي هو في الحقيقة من 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 عصر النهضة الفكرية في المشرق، اللي كان موجود في الستينات والسبعينات. وكان الوالد وقت اللي بدأ التعليم ما ثماش كتب مدرسية، فكانوا المعلمين هما يجتهدوا باش يعملوا البرنامج من الكتب الشرقية. فتلقى في الدار كتب قراءة وكتب تعبير من سوريا من لبنان من كذا. فأنا مدين لوالدي رحمه الله بكل ما هو جيد تعيش، بكل ما هو حسن، ومدين للعبارة الجميلة للغة العربية. العبارة الجميلة للغة العربية باش تتابعك من بعد حتى في كتاباتك في الموقف، وباش تتابعك من بعد إلى حد أن المنصف المرزوق يقول تعجبني طريقة كتابته. هاني فهمت أنا اللي أنا كنت اللي أنت كنت في القويل تقرأ في المنجد، دونك راهو كي تربط بسهم ديما تلقى فما حاجات مربوطة ببعضها بطبيعة الحال. من بعد فما الزخم وفما المسيرة، تمشي من بعد للسوسة وتختار التاريخ والجغرافيا. سيسا علاش هالخيار هذا التاريخ والجغرافيا؟ هو على فكرة اختيار ما ندمتش عليه، لأنه من بعد احنا في اللي كون نورمال سوب هي كانت نخبة أقسام الآداب يمشيوا للي كون نورمال سوب العليا بسوس، ونعملوا ميتريز كومبيني تاريخ وجغرافيا عكس ما كان يصير في كليات أخرى كانوا يعملوا يا تاريخ يا جغرافيا. ومن بعد تخصصت في التاريخ، وكان تعرفت على زوجتك غادي بالضبط. دونك كانت التجربة جميلة جدا، لأنه للتاريخ هو علم نبيل، وهو حاجة لقيتها من بعد أنا في الكاريير متاعي، في أني خليت عندي نظرة مختلفة شوية على بقية الناس اللي جات وعندها تكوين آخر ومختلف. ومدين في هذا الأساتذتي وكل من أخذ بيدي وهم كثيرون، أساتذة كما سي علي نور الدين ربي يطول في عمره يعطيه الصحة، كما سي عبد اللطيف المرابط، برشا أساتذة، كما المرحوم محمد هادي الشريف اللي كنت عملت معاه أول بحث في المرحلة الثالثة رحمه الله اللي توفى منذ أسابيع قليلة. يعني كان ثم العلم عنده قيمة كبيرة برشا، والإتيديان وحتى وهو في السنة الثانية وسنة الثالثة في التعليم العالي ديجا يعرف شنو يحب يعمل من بعد، يعرف شنو يحب يتخصص من بعد، يعرف شنو الإشكاليات اللي يحب يتخصص فيها من بعد. وكانت الناس تعاون بعضها برشا وتاخذ بيد الطالب،
تاخذ بيد الطالب وتعتبره وتتبناه. وتقابل ناس اخرين، مثلا انت قابلت العبدولي، قابلت رجب بن سلامه، قابلت يعني ولاد يعني الكل نتاعي، رجاء وشكري مبخوت وشكري مبخوت. يعني الان وقت اللي نحكيه على دار المعلمين العليا بسوسة، تقريبا مناخ زاد مسيس فيه التفكير طبعاً. وغادي بدا نوع من الوعي السياسي عندك. انت ما اخترتش هتنقولوا دار من ديار السياسه، ولا ما قلتش هذا خليت من الكل، سمعت من الكل، ما كانش عندك خيار سياسي قومي ولا عروبي ولا يساري ولا انا ما منتميتش مطلقا. هذا هو الانتماء في الفتره هذيك، يا تنتمي انتماء الحزب غير معترف به، ولا باش تنتمي للاحزاب الممنوعه، ولا باش تنتمي لحزب الديكور كما يقولوا احنا. انا ما اول حزب انتميت له فعليا هو حزب مؤتمر من الجمهوريه، وكان ذلك في اوت 2012. يعني بعد ما دخلت الرئاسه بعد شويه ضغط بثمانية اشهر. دونك هنا كنت نائب طلبه لمده دورتين. احيانا انا من الناس اللي وقت اللي بين ظفرين الفصائل السياسيه الطلابيه ما تستطيعش انها تعمل اجتماعات، لأنه ثم مناكفات وكل شيء. أنا وناس أخرين كنا قادرين نقربوا لهو ونعمل اجتماعات اللي يحضروا فيها الناس كل، وتنشأ عليها كما في الجامعة في النضال الطلابي في ما إلى ذلك. كانت فترة جميلة جدا، والناس اللي قريت معاهم سواء في الاختصاص وكذا هم الآن من خيرة يعني إطارة البلاد. نحب نحيي هنا صديقي وزميلي عبد الواحد المكت اللي هو رئيس جامعة صفاقس، واللي احنا في نفس الاختصاص، واللي كنا نتنافسوا على المرتبة الأولى طيلة 4 سنوات الكثير في الحقيقة، برشا أسامي. وفي الأثناء كنتوا ياما تمشيوا ساعات نهار الأربعاء العشية القاعدة النجمة في سوسة، صحيح بالضبط، كاني حسرة. وكنت تسمع من وقتها ديجا المرأة هذية. للست الأم كلثوم صحيح؟ عليش؟ أكيد. أنا نعتبر أن أم كلثوم هي رمز النهضة الموسيقية والشعرية والصوتية في ثقافتنا المعاصرة. يعني جات في لحظة اللي الخيارات الأداء اللي أعظم الشعراء، أعظم الملحنين، الكلمة، النطق بالضبط. وهي امرأة كبيرة الثقافة، عالية الثقافة، ومن أفضل ما الملحنين كانوا يعني برزوا معها هي. وفيت اللقاء السحري ما بين الكلمة، ما بين الأداء واللحن معناها هك اللقاء السحري اللي يعطي لي شيدوفر بالضبط. هذا هو هذا اللي قاعد تقول فيه انت. هذا ما في حتى ادنى شكل نحكيه على ايقونه. هذاك علاش الي معناها تمبوريل، معناها امورتيل، يعني ان تمبوريل امورتيل. لهنا انا تعرف وين يهزني الكلام الام كلثوم، على ام كلثوم اوتوكا خاطر رافقك انت الشيء هذايا. ثم بعد نحكيوا على حادثه مع لطفي زيتون مثلا في علاقه حيوه حيوه كان ضيفنا داير نحكيوا عليها تو. علاش نقعد نقولوا من بعد لطفي زيتون في وقت من الاوقات لا معليك قلت لي انت ليه هي في نص الليل تسمع في ام كلثوم وتهبط في غنيه ام كلثوم احنا قاعدين نخدموا وقت. اي با هو با انا على محاله مش دقيق، لاني كنت نسمع من كلثوم حتى في النهار مش كان من نصف الليل. وانا جاوبته على هذاك بنص اسمه للصبر حدود امعانا في بان حييه وصيله في زيتون. جمعتنا تجربه مع بعضنا برغم انه انقطعت الصيله منذ 2013 تقريبا نهائيا. لكن مش مطلوب مني انا باش نكون في حركة النهضة في المهجر في الفترة هذيك. كل واحد كان بحسب إمكانياته وبحسب ظروفه.
أنا أعتقد أنه بعض هي حاجة عدات، ولكن معاير شخص بالميول الموسيقية أنا ما نتصورهاش حاجة حاجة راقية برشا. وأنا موافقك أن تكتب في الموقف في وقت من الأوقات كتبتك نقدية غير معارضة بكلمة المعارضة الشديدة، كنت عندك فكر نقدي وساهمت ببعض الكتابات في الموقف عن المنصر في وقت من الأوقات. كنت نكتب في الجانب الثقافي أكثر منه أي شيء آخر، مش في الشأن السياسي المباشر، لأنه ما لقيتش روحي في حتى حزب من الحزب الموجودة. دونك نشعر أنه موضوع الحريات موضوع هام جدا، موضوع حق الإنسان موضوع هام جدا، ومك تعرف المواضيع هذه تنجم تتطرق لها من زوايا مختلفة. حتى وانت تحكي على دولة، نذكر أنا في مقال في جريدة الموقف اللي كانوا مخصصين لمشكورين، نحب نتوجه بالتحية لكل اللي كانوا قايمين على جريدة الموقف، ونترحم على المناضلة الفقيدة مية جريبي اللي كانت أيضا كانت تشجع في المقالات هذه. كلهم أخيان، الكل، سي عيسي نجيب، سي عصام، رشيد خشانة، كل أخيان. نذكر مقال كان عنوانه أعمدة الاستبداد السبعة، كان الحديث خاطر الفترة هذيك أشوف الناس ممكن نسيت هم نفسهم في الموقف كانوا يتخوفوا من كل من يكتب، مش مني أنا بالذات، من كل من يكتب بطريقة ربما تخلي الجريدة تقف. فهمتني؟ دونك كان الحديث على رومانيا، ولكن الحديث اللي يدخل ويشوف الأمور يلقاها تنطبق على تونس. وهكذا دواليك تقريبا في كل المقالات، فما ذكاء فما نوع من مضطر. خطر هما نفسهم قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي كانوا يعرفوا أنه إذا كان يفوتوا حد معين القمع يسلط عليهم، هي فيها نوع من المدارات كانت تجربة جميلة جدا. وبرشة توانسة عرفوني من المقالات تاع جريدة الموقف، كانوا مخصصيني تقريبا الصفحة الأخيرة اللي هي تتسمى بالباج، حتى هي أسبوعيا. كانت تجربة جميلة جدا، وهذاك علاش أنا أقول اللي التجربة هذيك تجربة الحزب الديمقراطي التقدمي اللي أنا ما انتميتلوش، برغم اللي شاركت في الأنشطة متاعه، شاركت وعملت فيه محاضرات وشاركت في العرايض متاعه وكل شيء، ما انتميتلوش، لكن برغم كل ما صار من خلافات سياسية وخلافات في التقدير، أنا أعتبر أنها تجربة مؤسسة وتجربة جميلة جدا وتجربة وحدها، يعني تطلب من الإنسان أنه يعني يعبر عن كل الاحترام لمن قام بتلك التجربة وشارك فيها. كنا نحكي على كتاباتك في الموقف، وسؤالي قبل البيب كان علاش الديكتاتورية جمعتهم نوتامون 18 أكتوبر وغيره، وعلاش الديمقراطية فرقتهم. أنت اللي داخل المنظومة من 2011 وبعد نحكي على الحكم، لكن هالسؤال هذايا حول ينجم يهز للانتهازية، ينجم يهز للتفرقة السياسية، ينجم يهز للسرديات المختلفة، ينجم يهز، انت كيفاش تجاوب عليه؟ انا اقول طبيعي، لانه كي نقولوا استبداد الدكتاتورية نقولوا انه موضوع الحريات هو الموضوع الاصلي والاساسي. وطبيعي انه الناس تجتمع وقت تحب تنشط سياسيا على المستوى المجتمع المدني، مستوى الثقافي، كل شيء، تشعر كل يوم، لانه الديكتاتوريه ماهوش نظام مكتمل في لحظه معينه يكتمل، هو نظام كل مره يزيد البريسيون على الناس وعلى المجتمع، ودائما نخبي تشعر البريسيون هذه، لانه تشعر اكثر من غيرها، لانه نون سولمون عندها حاجيات اجتماعيه، ماكله، مصروف، كذا كذا، عندها حاجيات نتاع نخبه اللي هو الحريه. ويصبح طبيعي أن الناس كل تتوحد على مطلب الحرية. وقت اللي يزول التهديد هذا يصبح كل واحد عنده طريقته أو نظرته للبناء كيفاش يلزم يكون، وتظهر الفوارق، وكل ما تكثر الحرية كل واحد ينجم يقول لك أنا رؤيتي هي الصحيحة، ويولي تدخل في إطار عملية المنافسة، وبطبيعة الحال ثم مزايدات وما إلى ذلك. دونك عادي، هذا صار في كل المجتمعات. لكن أنت في كتابك مثلا تقول الفوز في الانتخابات والإعلان بشكل مباشرة 2011 لا يسمح لحزب أو طيار أو ائتلاف بأن يعتبر ذلك الفوز إجازة مطلقة لتغيير طبيعة المجتمع وتوجهاته منذ عشرات السنين. صح، هذا اللي صار في تونس، صارت المحاولات في هذا الاتجاه. أي؟ صحيح. وثم حديث حتى الآن على موضوع رجعة موضوع الشرعية والدفاع على الشرعية وما إلى ذلك. هو شوف، احنا دائما ناخذ الحاجة من الزاوية اللي تعجبنا، في حين أنه
الموضوع الديمقراطية والانتخابات هو جزء في منظومة ديمقراطية. يعني سبيل المثال الديمقراطية ليست فقط انتخابات، ليست فقط قوانين، ليست فقط يعني حرية التعبير، هي أيضا حرية التعبير، حرية التنظم، شفافية. وفي الديمقراطية هي تسمح لك بأنك توصل بطريقة شرعية للحكم، ولكن تنتظر منك الإنجاز، إيش باش تنجز، والناس تعدل الحكم متاعها في الانتخابات الموالية حسب هذاك. أما في نفس الوقت الناس اللي توصل بالانتخابات إذا ما تعرف طبيعة المجتمع، أن المجتمع هذا كان يعني لمدة عشرات السنين صحيح ثم حاجات يجب تغييرها، ولكن ثم كما تقول أنت أكل الواد الكبير اللي قاعد يمشي فيه المجتمع، اللي مسألة التحديث، مسألة الإصلاحات، مسألة ما إلى ذلك، اللي هي ما هوش ممكن الناس ما هيش فاهمة طبيعة المجتمع وطبيعة ثقافة المجتمع وتاريخ البلاد هذه أنها تحكم من غير أخطاء. دونك كل ما تكون غير عارف بطبيعة المجتمع متاعك وبمسيرته التاريخية، كل ما الأخطاء متاعك تزيد، وكل مرة تكون الأخطاء هذه أصعب تداركها. منصر هكا نقول دخلنا بشوية بشوية في، وهزيتك من باب الثورة خاطر كتبت عليها برشا أنت في الكتاب، وبش نمشيه شوية خل الكارتاج وندخل الكواليس الأقصر، لكن نقعد مع طبيعة معركة 2011 والإطار العام اللي صار في 2011. انت تقول في هذا الصراع، نحكي ثورة، كان الإسلاميون وحدهم في مواجهة الجميع، كانت البلاد على شفا حرب أهلية من أجل طبيعة المجتمع، يعني النمط. في نظري أن المشكل الأساسي الذي وقع فيه الإسلاميون وبعض أصدقائهم الذين أعتقدوا أن الفوز في المنافسة على مناصب القرار كان يعني أن الطريق أصبح مفتوحا لدفع الأمور في اتجاه سردية ثقافية معاكسة لتلك التي استقرت في البلاد في المجتمع وفي المؤسسات، وهو النموذج المجتمعي والثقافي. غلطة كبيرة، هذه خطيئة أصلية. هذه طبعا هي خطيئة كبيرة جدا، وهذاك علاش أنا الكتاب يبدأ بمسألة السرديات، يعني موضوع مؤسس وموضوع أساسي على حد تقديري زي بالضبط. دونك أنت عندك هنا، عندك أنت بلاد 50-60 سنة وهي مشيت في اتجاه، والسردية الرسمية تركزت، ومش تركزت فقط بالإعلام وبالدعاية، تركزت أنجت نخب مؤمنة بالمبادئ متاحة وبالأفكار متاحة. بالضبط، أنجت ممارسة دولتية، أنجت دولتية. نخب أنجت نخب في التعليم في الثقافة، وليت شفتك الحاجة اللي ملولت أنجكت كابيتال، وبعد ذلك الكابيتال هذاك يدور ويجيب الربح. نفس الشيء اللي صار انفستيسمون في الثقافة وفي النخب. دونك كل المجتمع في 2011، خلينا نقولوا احنا الفاعلين على المستوى الثقافي والإعلامي والجامعي والاقتصادي، هم أبناء هاك السردية الجديدة اللي تركزت منذ الاستقلال. دونك صعيب برشا انك تقلب الاتجاه، تدور في الاتجاه الاخر من غير تكسيرة، لازم تحصل تكسيرة كلكو بار. وهذا اللي صار، صارتك اللي صار وظهر سورتو في 2012 و2013، هو انه وصلت الامور الى لا السردية القديمة قادرة، لانه قعد تنكيل بها السردية القديمة ايضا، ولا السردية الجديدة قدرت تفرض نفسها، لأنه ولا تنتج. دونك هنا وصلنا لوضعية أنه وقفنا في الوسط، لا قادرين نرجعوا للطريق القديم ولا قادرين نكملوا في الطريق الجديد، إذا كان نسميوه طريق جديد. أنا أقول اللي العودة لمسألة إحنا علاش متفاهمين التوانسة، شنو إحنا التوانسة، شنو نحبوا. الأسئلة هذه ما نش متفقين عليها للأسف، وهذا يجعل دور كبير برشا للمثقفين. أوكي، خلي هذا حتى لنهاية حسدنا، تنرجع وقتها لليوم، على خطر هذا ما زال موجود اليوم وما تروح اليوم. لكن فاللي كنا نحكيه فيه هذايا وفالبوتقة هذه في الجو العام هذا، دخلتوا الكارتاج. كيفاش تصل بك المرزوقي؟ كيفاش صار الاتصال للدخول قصر كارتاج؟ هو في الحقيقة أنا دخلت الكارتاج، نذكر أول نهار في كارتاج سيتي 24 و 25 جانفي 2012. دونك بعد ما دخل الدكتور المرزوقي وبعض أعضاء اللي اختارهم للديوان أزيد من شهر تقريبا، اتصل بي صديق نعرفه من قبل، كان في الديوان، واتصل بي وقال لي راهو حاجة يعني رئيسي حبك تكون موجود معاه كناطق رسمي. منين يعرفك؟ من البلوغوسفير على ايباك، من البلوغوسفير، ونحب نوجه له تحيه، ومنحبش نذكر اسمه، لكن نحب نوجه له تحيه من غير ما نذكر اسمه. شاب واعد ونشط جدا الان في المجتمع المدني وفي كل ما عنده علاقه بقضايا الامن وقضايا الحدود والهجره وما الى ذلك.
دونك صار الاتصال ومشيت يعني قعدت تقريبا 3 أسابيع نفكر في الموضوع لأنه يلزم نشاور. شاورت والدي رحمه الله، شاورت خويا، شاورت زوجتي، شاورت حتى صغاري لأنهم حقهم هذاك. خليتهم في سوسة ومشيت لكارتاج بالضبط. أنا يعني قعدت في سوسة، عائلتي في سوسة، ترى جو سافي كو لا ميسيون ايتي تمبورير وانا جو فولي با دي راسيني ما فامي اي ميز انفون، فماش علاش. دونك بالنسبة لي وضعية وقتية باش قدوم 6 أشهر، عام، عامين، 3، وفي نهاية الأمر صغاري ما نقلعهمش من بيئتهم. دونك هل كان لديك اي به، هل فهمت، هل كان لديك تصور لكارتاج ولقيت حاجه اخرى، ولا لقيت اللي كنت تعرفه، ولا كيفاش اكتشفت كواليس كارتاج؟ هو شوف، خلينا نعاود نذكر بالسياق هذاك. انا الناس كانت تعرفني من خلال كتاباتي، دونك هما باتصالهم بيا، دونك البروفيل بالنسبه ليهم واضح. وأنا تقريبا ما في الفترة هذيك ولو غير منتمي لحزب المؤتمر من الجمهورية، ولكن كنت سعيد جدا بأن وصل هو في المرتبة الثانية في الانتخابات، وكنت ككثير من التونسيين اللي صوتوا لحزب المؤتمر من الجمهورية آمل الكثير من التغيير. يعني التغيير، لأنه هذاك حزب المؤتمر من الجمهورية على الأقل في الفترة هذيك هذاك الأمبلام نتاعه، وهذاك اللي ربح به الانتخابات، هذاك اللي ربح به الانتخابات. دونك كان ثم حماس كبير برشا مني أنا ومن عشرات ومئات وآلاف الناس للانخراط، للمساهمة بشيء فيما يحصل. ما خذيتش، ما حسمتش أمري بالانتماء، ولكن لقيت أنه تقريبا كل صداقاتي السياسية واللي تحولت إلى صداقات شخصية واللي هي متواصلة الآن مع الكثير منهم وأنا متشرف بها وسعيد بها جدا، لقيتها الكل في نفس السياق هذا، في نفس السياق الثوري، في نفس السياق اللي يحب تغيير، يحب أنه البلاد تأخذ طريق جديد، طريق جديد على مستوى الحريات، على مستوى الإنجاز، من غير تخلي على اللي أنجزته التوانسة، أنجزته البلاد هذه طيلة 50-60 سنة. دونك فوالا، دونك كان ثم حماس كبير للمساهمة في هذا. في الحماس هذا عدنا المنصر، لماذا تعرض المرزوقي لكل هذا الصد؟ ونحب نوجه تحية للدكتور موسى مرزوق قبل كل شيء. خارجين رابحين من الانتخابات، يقعد مع بن جعفر، يقعد مع نهضة، يتفاهموا على وبتوافق يتفاهموا على الأدوار السياسية. يدخل الكارتاج معناها بشرعية كبيرة، شرعية النضال، شرعية حقوق الإنسان، شرعية الديمقراطية، شرعية المناضل. لماذا كل هذا الصد؟ أنا نعتقد أن الصد هذايا كان ربما احنا انا بافي فونير معناها الحكاية هذه، ولكن موضوعيا السياق خلق الصد هذايا لأنه صارت ديسكور، وصارت نوعية متاع تحالفات، وصارت ممارسات في المجلس في خصوص الدستور اللي خوفت الناس، ومن بعد لحقت الاغتيالات. وكما نقولوا احنا حزب المؤتمر والتكتل مشاو ضحية تحالف غير متكافئ. الناس تو تحكي على الترويكا برشا حنين. احكي لي على موسى مرزوق، موسيطة رابور عليك ساعة متفاهمين. دونك موسى مرزوق هو إنسان يحلم برشا لتونس، وعنده أفكار جميلة جدا وديمقراطي حقيقي، ولكن إنه بالي مويان دو سا بوليتيك. يعني طبيعة التحالفات اللي تخلى على أساسها الكارتاج، وخاصة الضربة القاضية كانت اللي هي انقسام حزب المؤتمر، أضعفه جدا وخلاه معناها أوبليجي دو ساكروشي في سياق غير السياق اللي دخل فيه. كان يأمل جدا للقيام بالكثير من الأشياء، ربما كان يعتقد أنه مازال رئيس الجمهورية عنده البوفوار متاع اللي كان عند رئيس الجمهورية في قبل التنظيم وأقصى السلطة العمومية، لكن صارت الكثير من الأشياء اللي خليته غير قادر على إنجاز ولو نصف ما كان يحلم به. سياق حكم طبيعة الدكتور موسى مرزوق اللي هي طبيعة خاصة اللي فيها شوية انفعالية، شوية حدة، شوية ما إلى ذلك. صحت راس؟
خلينا نقول التمسك بالأفكار في انتظار أنك تقنعه شوية صحت رأس. أي موجود. نذكر مثلا أنك أنت قادر أنك تكتب له خطاب تجي تلقاه في سلة المهملات مثلا أحصل معايا ومع غيري أحصل معايا عادي يعني معناها يعطي فكرة على الشخصية طبعًا. قادرة أنها لأنه ثم ناس الياس تخلط برشا في توزيع الوظائف. الناس في بالهم مستشار رئيس جمهورية، رئيس جمهورية مجبر باش يتبعه، المستشار يحضر الخدمة، ولكن كل ما ينتج سياسيين على رئيس الجمهورية راه مسؤولية رئيس الجمهورية رأسا. دونك أنت تشوف على سبيل المثال مستشار ولو كان برتبة كاتب دولة أو وزير راهو على المستوى الشرعية ما عنده حتى شرعية غير لو بون فولوار دو سون باترون. متفاهمين فيه هذا. دونك لكن كان جاي الباترون لكن في الديمقراطيات العريقة وقت ليكون رئيس الفريق اللي هو رئيس الجمهورية قادر على الاستيعاب والاستماع والاربيتراج ويكون عنده فريق قادر أن يقوله هذه رأي لا ويسمع كلمة لا، هذا ينجم يهز في الديمقراطيات إلى إذكاء كبير ياسر، ولهنا تصير الفرق ما بين الجران بريزيدان إلى بيتي بريزيدان. كان يحصل، كان يستمع في الكثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى ما كانش يستمع، وفي الكثير من الأحيان تبدأ عنده دو تروى سيناريو باش يختار منهم. كل كونسيي تبدأ يقترح عليه قراءة سيناريو وهو يختار. هذا عادي جدا، لكن معروف دكتور مصطفى زوقي بتصلبه في ما يعتقد أنه هو الصحيح، وكان هذا ينعكس بطبيعة الحال على درجة الاستماع متاعه، ولكن هو مستمع جيد ولكن يفعل ما يراه هو صالحا في النهاية. كما أنت مستمع جيد لجاك بغيل مثلا وقت يقول نموكيت با، تحب جاك بغيل؟ نحب القديم الكل، نواري بلون الكل نحب. نواري بلون. عدن المنصر في كواليس القصر هل رتبت حركة النهضة تسليم البغدادي المحمودي مع جنرال رشيد عمار دون علم رئاسة الجمهورية؟ طبعا طبعا، مش رشيد عمار فقط، وزير العدل اللي كان باش خرج الرجل من السجن تابع وزارة العدل السجون، وزير الداخلية سي علي عريق، وزير الدفاع سي عبد الكريم السبيدي، وقائد الأركان. لأن الطيارة الليبية اللي جات أن سامدي ماتان جات للقاعدة العسكرية بالعوينة هذه ترى. دونك ديجا الطيارة ما تدخل تونس إلا بال. هل يعقل أنه رئيس الجمهورية ما يكونش على علم؟ لأنه كسر كل شيء طريقة أنه لا يكون على علم. علش مشكيش المصف المرزوقي هذا يتسمى انقلاب على شكال. كل إشكال محمل إدارية لك أي مثمين دونك احنا وقتها هذا يتسمى داخل الدولة انقلاب على شرعية المؤسسات، ما في مشكل آخر. وهذا اللي قالته المحكمة الإدارية لاحقا، كانت خديعة كبيرة برشا، وخديعة شاركوا فيها وخطوا لها شركائنا في الحكم آنذاك. إذا كانش اللحظة هذه كدمرت الثقة. هنا جينا كمل احكي لي الأحداث كيفاش صار. هو كان في الجنوب التونسي. أي هو كان في الجنوب التونسي. هل صحيح تم تقريبا قطع المكالمات الهاتفية على المنصف المرزوقي؟ هو ممكن الناس ما تصدقهاش، ولكن بالممارسة راهي معروفة، ثم بلايس ما ثماش فيهاش ريزو، متفاهمين، خاطر ياباد كونسوماتور فيها بور التليفوني، ما ثماش. أيوة مش كيما رئيس جمهورية يمشي في العائلة، لكن الجمهورية أنا أقول أي العالم ما يهز معها ثوريا ولا غيره يبدا اكسيسيبل بارتو. ما عندناش ثوريا. اي ما احنا كان من المفروض حاجة المفيد. لكن احنا حاولنا نتصلوا بها عن طريق قاعة العمليات. في نهاية الأمر رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة اتصل به عن طريق قاعة العمليات، يبي بدري بونس، لأنه كان ثم تعليمات لعدم تمرير أي مكالمة قبل وصول الطائرة المقلل البغدادي المحمودي إلى ليبيا. لكن شكون ينجم يكون قادر أن يعطي التعليمات هذه خلف رئيس الأركان؟ وزير الدفاع ورئيس الأركان طبعا معروف، وزير الدفاع ورئيس الأركان، لأن رئيس الحكومة بطبيعة الحال في علمه سي حمد جبالي ليبوك بيان سور هو اللي اعطى الامر لانجاز العمليه، وكانت العمليه انه يكون رئيس الجمهوريه في اقصى الجنوب وقتها في زون دو نون كوفرتور. هو وقت اللي تاكد السفر نتاع رئيس الجمهوريه في ذكرى تاسيس الجيش وقتها وقع برمجت الامور انها تتم يومها. دونك صارت التخطيط مسبق للعملية وتمت الأمور بهذه الطريقة، وعجزنا على أنه نتحصل عليه حتى عن طريق قاعة عملية الجيش، لأنه كانت ثمة تعليمات بعدم تمرير أي مكالمة ليه. لهنا يجي فتور للعلاقة تام ما بين حركة النهضة وما بين قصر كارتاج وما بين منصف المرزوقي، سيعصف
بالترويكا، مش هو فقط، لكن هو بداية تراكمات خطيرة، بداية تراكمات خطيرة دخلت الاغتيالات السياسية. أنت مثلا شكري بالعيد تسمع به وأنت في مصر؟ أسمع به وأنا في مصر وقت اللي كان ثم مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، وكان دكتور المرزوقي في بروسيل وصار فيك. شوف أنا نذكر اللحظة هذيك اللي جاني فيها الاسماس، بردت، حسيت بروح ثلجت، لأنه شكري بالعيد رحمه الله كنا مع بعضنا في الهيئة العليا لتحقيق هدف الثورة، صحيح، ما نعرفوش معرفة شخصية كبيرة برشا، وعمرك ما كنت تتصور أنه تونس دخلت الاغتيالات السياسية. هذا تقول في كتاب طبعا، وحتى حد ما كان يتصورها، أنه في عهد متاع حريات وديمقراطية وماشيين في الدستور وكل شيء وتصير اغتيالات. وفي نفس الوقت ريت جوفيه فونير لجراند كريز اللي باش تحصف بكل شيء نتيجة اغتيال الشهيد شكري بالعيد. دونك أنا أتذكر اللحظة هذيك برد كريمة. وبعد اللي جاتني المكالمة بتاع الدكتور مرزوق يقول لي أنا جرانتر ديركتومون دو بروسيل تونس، جو بو با باسي بار لو كير، دونك كمل أنت شنو عندك. وبعد احنا أنا باسي تقريب 24 أور إسايي دو تروفي أن فول، على خاطر احنا محاجزين. لكن كانت وضعية صعبة، كانت وضعية صعبة. لكن لهنا وما زلنا 10 دقائق وبرشا مواضيع على حقيقة ساعات، يقول الناس اللي يقولون ساعتين عندهم الحق. لهنا يجي سؤال حول دور زبيديا كورين فوا. انت لمحت في الدوكيومنتير الاخرين اللي يتعدى النواة، مش نوات، الكتيبة باردون سمحني، للكتيبة، حول دور الزبيدي في أنه أعطى سينيال لقناة النسمة باش تغطي من فوق بالليكوبتير الجنازة نتاع شكري بالعيد. ولهنا تلميحة كان حقيقة غير واضح، معناها على أساس أنه تقريبا هي تحريض على الانقلاب، تحريض على المؤسسات، تحريض أو سامبلوم أعطى سينيال التلزم التلافز باش توري للتوانسة جنازة وطنية على المنصر. شوف شو عندك معلومات أخرى؟ هو يعني شنو اللي صار؟ خاطر من بعد شو اللي يتقال يا الياس؟ ولا يتقال لا أعطيناهم كاسيت باش يعطيوه. ما نجمش تكون كاسيت؟ ما نجمش تكون كاسيت، أنا تفرجت فيها لايف، فهمت؟ ما نجمش تكون كاسيت. يقول أعطيناهم صوروا من أعلى المستشفى العسكري، سيتي با فري، خاطر الكاميرا بوجي. دونك ثم إليكو، ومش صحيح أنه خذوا سينيال كوم لي زوتر. هي لكن ساعدني وينكم انتم في هذا الكل؟ رئيس جمهورية، رئيس حكومة، علاش مش التغطية كانت على مستوى تلفزة وطنية تو سامبلومون، وكان هذا بالتنسيق مع رئيس الجمهورية؟ علاش ما صارش؟ هو أصلا التغطية باش تصير ما تحتاجش حتى تنسيق مع رئيس الجمهورية. مال شنو المشكل بالضبط؟ المشكل أنه شوزير لاشين بالطريقة هذيك، ونقل الأمور بطريقة فيها الكثير من الإثارة. كان فما استهداف، فهم أنه ثم حاجة قاعدة تحضر وتحتاج إلى تحريض. شنو الحاجة؟ خلينا نقولوا اللي، وهذا قالوا حتى حمل همامي في الدوكيومنتير اللي ذكرت سيادتك، أنه يفي أن بلان باش دانفستير لا كابيتال من طرف مجموعات اللي كانت مشاركة في الجنازة، و دوكيبي سرتان باتيمون سرتان ليو. هذا خلطت لكم أنتم الرئاسة كتقرير؟ لا، ديما نقول أنه حكاية تقرير لا نوسيون دو رابور إت أون نوسيون تري رولاتيف، يعني التقرير أو ينجم يكون مكالمة هاتفية، مش بشرطه بكاشي وورقة. احنا نصفيك ثم حاجة، ونعرفوا اللي تحطت خطة أمنية لإغلاق مداخل العاصمة من جهات معينة، وأن الخطة هذه نجحت، وأن الأمور تعدت بحدة أقل من اللي كنا خايفين منه، والحمد لله. يعني أقل من اللي كنت خايفين منه، أنت في كتابك تقول كنا خايفين حتى على أشخاصنا. بعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي، بعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي بالحق كان ثم، وأنا الكلام هذاك متاع مسألة أنه كان ثمانية لتصفية بعض الوجوه الترويكا سواديزان وما إلى ذلك، قلت برشا مرات، وحتى حد ما رد، وحتى حد ما كذا من بعض أطراف المعارضة، وكانت الأمور يفترض أن تتم في الأسبوع الأول من شهر أوت، وكانت تلاحظ أنت التغييرات العسكرية في القيادة العسكرية تمت تقريبا في نفس الفترة هذيك.
دونك برشا حاجات مربوطة ببعضها، وحتى ليدات اللي صاروا فيهم الكثير من الأشياء سيتي با هكاك ديدات هكاك مختارين بعشوائية، لأنه كانت وراهم حاجات ما نجموش نحكيوهم أوفرتومون، ولكن واعين بهم ونعرفوهم. هو هذا هو يظهر لي مربط الفرس في علاقة. كنا نحكي على البغدادي المحمودي، لكن أنت هاش تقول في كتابك وحتى في مرورك في قناة التاسعة، تقول القيادة الفعلية لحركة النهضة ما كانش عندها مشكل في أنها تلقى مساحة مشتركة مع بعض العناصر الأمنية المؤثرة في نوع من البيعة والشرية. بيعة والشرية حول شنو؟ خليني وأنا ندخلك للدولة. هذا لو مارشي هيستوريك، لا بي دي براف كيما يسميوه. دونك أنا نحتاج أن ندخل للدولة، وانت كأمني مهدد، تبقى وانت كأمني مهدد، ولا تنجم تكون مهدد بمحاسبة قصبة. هذا أي مثلا هو هذاك لو مارشي. لو مارشي كانت يعني المانيفستاسيون يعني الماجسترال نتاعها كان في لاكور دو باري ما بين بالضبط. دونك هذيك دونك خليني في الترويكا بالضبط. خليني في الترويكا، خاطر الترويكا حملت اذا في طياتها، وما كانش غلط اللي يقول هذا، حملت في طياتها خطيئة أصلية، وحملت في طياتها خيانات. طبعا خيانات داخلية، لأنه ما كانش تحالف متوازن. ما كانش تحالف بتاع ناس عندها ثقة كاملة في بعضها، ما كانش تحالف قائم على حاجات واضحة ونظرة واضحة وبرنامج واضح. شعارات نحب ننظف البلاد، نحب نقاوم الفساد، نحب نقضي على المنظومة القديمة كذا. إسيبو pour gouverner. هل أخطأ من شارك ونظم ونظر لاعتصام الرحيل؟ هذاك لا ديستانس نقول أنه كان طبيعي أنه يحصل هذاك، لأنه خلينا نتكلم بصيغة الجمع باش ما نظهرش نتبرأ من هذا، خوفنا الناس وكانت الناس يعني ثم 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 خدمة في السياق هذاك. عادي أنه ثم قوة كبيرة برشا في المجتمع حست بروحها مهدة، وكان معروف أنه بتجي لحظة وتنظم نفسها. دونك يعني توا افيك لا ديستانس بيان سور انا جو فوي على ليبوك سا كوم اون مناس بطبيعه الحال. توا نقول انه السياسه وخاصه في النظام الديمقراطي قائمه على تمثيل القوى الاجتماعيه الكل، مش فقط وقت اللي توصل انت للحكم تقول انا توا عندي كارت بلانش باش نعمل كل شيء. ديما لازمك تحط في بالك انه ثم قوى اخرى ما يزمكش تخوفها، ويزمك توصل معاها الى وفاق معين باش تستقر الاوضاع. ولهنا يجي الخط الرفيع جدا ما بين السياسه وما بين الانتهازيه. جاك دوتران يقول لوبورتونيست. انتهى وإلا بذور نهاية الانتقال الديمقراطي ولا الفشل متاعه بانتخابات 2014 ولقاء باريس. لا أقول كان ثم ضربة قوية برشا لما كانوا الناس ينتظروه من الثورة، ضربة قوية برشا. شنو مفادها؟ أنت تحكي على الصفقة ومقايضة. طبعا والمقايضة هذه ما زالت مستمرة إلى الآن. حقدك تشوف أنت على سبيل المثال طبيعة التحالفات تحركة النهضة، تفهم أنه العملية كلها متعلقة بأنك تجد موقع في المنظومة ليس وحسب الشروط المنظومة. عشان نفتح للسياسي، هي مقايضة وصفقة حول ماذا؟ حول قبول النهضة في المنظومة السياسية، واستمرار المنظومة السياسية على نفس الأسس القديمة بتاعها، واللي هي عندها علاقة سورتو بالموضوع الاقتصادي والاجتماعي. شنية طبيعة السياسات؟ شنية طبيعة التوجهات الاستراتيجية في هذه المواضيع؟ دونك شوف، مش أول مرة تصير المقايضات هذه، ولكن أنا جتروف كوقت اللي حتى المقايضة هذه تبيعها باسم الثورة، أنا جفواك ستريز زوبورتونيست، وراء أنه يعني شوف، إذا كان أنت تعتقد أنه وجودك هو بضمان المنظومة القديمة،
فما ثمش علاش يعني تحب تكون انت ضمان المنظومة القديمة وضمان الثورة في نفس الوقت. يفو سافوار سكون فو وكهو اللي عملته حركة النهضة من تحالفات كل شيء حاجة يمكن أن تتفهم. ما لا أفهمه أنها حتى الآن تقول أنها بذلك تدافع على الثورة أو أنها تمثل الثورة بعد ثورة؟ نوعا ما هذا شيء تسمى مش باعت أما أكثر من باعت تستعمل فيها مجرد فونت كوميرس باش توصل إلى وضعية أحسن في الاتفاقات الممكنة وغير الممكنة. 2021-2024 هل يمكن القول أن شيئا في العمق قد تغير بعد هذه السنوات العشر إذا نظرنا من هذه الزاوية؟ لا مطلقا، لقد تلائمت فقط ولم تتغير، مسار هجين، ولكن من المستحيل أن يتواصل هكذا إلى ما لا نهاية. هذا اش تكتب أنت في كتابك وهذا يخوفني شوي. اليوم شكون يفكر في المستقبل عدن الماضي؟ حد نزوق الحظ حتى عدد غدوة في الأيام صبر أرى حركة النهضة نجم يجيب 70 بدالي نجم يجيب 80 شنو نجم يصير في البلاد؟ باش نقعد ندور في نفس الحلقة المفرقة وصراع الكل سياسوي. أنا نقول ديما منطلق في الكتاب هذايا، أنا برشا ناس يقولوا لي علاش تنقد في الـ في, الـ في النهضة أو في بعض الأحزاب، أنا ننقد من منطلق الثورة راه. دونك انا جيبا كيما تقول انت كيما قال لك اني غني ريتورني ما فيست، يعني خرجت انا من تجربه الحراك. قلت اول جمله في الكتاب انت تقول مثلت الثوره بالنسبه لي مثل الكثيرين حاله وجدانيه ذات كثافه خاصه، الامل في استئناف التغييرات التي كانت تبشر بها لم يبرحني ابدا. بالنسبه لي ما زلت مقتنع انه طبعا ثورة. طبعا وانا حتى كل ما اعبر عنه من افكار هو لانه انا اعتقد لحظه الحلم هذه كانت الثوره وانه دوبوي 10 ans on a fait que dilapider les potentialités de ce rêve. وقيد طوى باش نفهموا أنه الانتقال الديمقراطي بالطريقة اللي تم بها واللي هو في انفصال كامل على انتظارات الناس وعلى القدرة على أنه يحيي الأمل في تغيير حقيقي وفي حلم، والانتقال هذي بالطريقة هذه أعتقد أنه وصل إلى مؤدات وإلى نهاية 2024. عدنا المنصر في كلمتين شنو رأيك سيناريو اللي كنت نحكي لك عليه؟ وارد جدا، وارد جدا، وأعتقد أنه هو أكثر ورود من غيره، لكن باش يخلينا في ربما تأخذ الأمور حدة أكبر، ولكن في التحليل طبيعة الأزمة هي نفسها إحنا توا ما نشعر فيه. لكن أنا نخاف أنه نمشيه من سنوات الرمل إلى سنوات السراب ولا سنوات الجمر. أي وهذاك علاش هو اختيار سنوات الرمل، لأنه ثم حاجة قاعدة تسرب منا. أنا نقول اللي الحلم ببلاد عندها مشروع وعندها هدف وعندها حماس، خاطر سيسكي نومونك ثم خيار السدام ينجم يجي ينجم يجي طبعا ينجم يجي إذا كان سيان بريفو باسا ومن توا نشوفه نفهمه أنه بكلنا رانا شادين الطريق الغالط بكلنا بدون استثناء، خاطر عاطين بظهرنا لانتظارات الناس، على خاطر قاعدين بكلنا، وأنا أصر على استعمال مفرد الجمع، على خاطر لا أريد أن أنفي مسؤوليتي الشخصية كواحد من الناس اللي تلهوا بالشأن العام في هذا. قاعدين بظهرنا لانتظارات الناس، لحلمة الناس، وقاعدين نبعدوا بشوية بشوية، كل ما نزيدوا نبعدوا كل ما نزيدوا عام في الطريق الغلط هذايا كل ما باش تكون الأمور أصعب كثير في المستقبل أن نحق حاجة قادرة على البقاء وعلى تجميعنا وعلى توحيدنا. سؤال 30 ثانية ونمشي مع الأخبار. عندك ندم عدنا المنصر على أي دور سياسي ولا أي قرارات سياسية كنت موجود فيها في صدة القرار وصدة السلطة؟ خلي نقول اللي أنا كنت جزء من تجربة، والتجربة هذه بطبيعة الحال هو حد ما هو أكمبلي لآخر نهار في حياته. أنا نقول اللي كيف برشا ناس ارتكبت أخطاء وأخطاء في التقدير، أنا نعرف اللي البلاد هذه تحتاج فئة جديدة وطبقة جديدة ونخبة جديدة، آمل أنها تكون مش شباب هذي الموجود توا، ونحب نقول اللي على المستوى المبدئي ومستوى الأفكار ومستوى الخيارات الاستراتيجية أنا سعيد بأني ساهمت في حاجة من منطلقي كانت نيتها سليمة وكانت نيتها وطنية. شكرا على الكلمة الحرة.
شكرا على الكلمة الحرة عدنان منصر. موعد الأخبار ضيفتنا الأسبوع القادم تكون القاضية الفاضلة كلثوم كنو اللي هي باش تعطينا فكرة زاد كذلك على اليوم وضعية هالمؤسسة هذه القضاء التونسي والعدالة التونسية اللي هي على المحك يوميا في علاقة بالتونسي. مشكلة زعمة في تاج على صنبت ابن خلدون ولا مشكلة في ظلم الدولة اليومي بالقانون وبقوة القانون على مواطنيها. برشا كلام نجم يتقال الأسبوع القادم. شكرا خالد, شكرا كاثر, شكرا نزار, شكرا جهين السليني على الإعداد. موعدنا معكم إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا في بورتري باي مزيكا فم. شكرا لك عدنان منصر, باي.